هذا يسأل عن، يقول من وجد ماله المسروق عند السارق هل يأخذه؟ هذا إنما ورد في المفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما المسروق هذه دعوة يحتاج إلى حكم حاكم، يحتاج إلى حكم حاكم. أما إن كل واحد يأخذ يقول هذا لي وهذا أخذه من، هذه دعوة. ولا يصدق الإنسان إلا ببينة، ولا يعتمد البينة إلا القاضي. نعم.